السلام عليكم، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله نبدأ مع بعض المحاضرة الرابعة، هنشرح فيها جزء أساسيات الكمبيوتر، هنكمله برضو زي ما اتفقنا إن شاء الله بإذن الله. يعني هنخلص النهاردة جزء كبير منه، وهيبقى فيه جزء بسيط هناخده بكرة إن شاء الله مع أساسيات الإنترنت. إن شاء الله بإذن الله كده على نهاية الأسبوع نبقى إن شاء الله بإذن الله بإرادة ربنا نكون بدأنا في برامج الأوفيس. وفي نفس الوقت زي ما قلنا وزي ما اتفقنا إن إحنا الجزء الأول كله هنخلص العملي، وبعد كده هنخلي النظري في الآخر، بحيث إن أنت خلاص في نهاية آخر محاضرة إن شاء الله تكون جاهز من الامتحان الدولي، سواء كان الـ ICDL أو الـ ICDL Teacher أو الـ IC3. وإن كان لنا عمر إن شاء الله هنكمل مع بعض إن شاء الله. بالنسبة للناس اللي أخدت معايا الدبلومة بتاعت مايكروسوفت هنحدد موعد تاني إن شاء الله، بحيث إن إحنا ناخد الجزء التاني من الدبلومة بإذن الله. طيب نبدأ إن شاء الله محاضرة النهاردة، بس قبل ما نبدأ حد عنده سؤال في الثلاث محاضرات اللي فاتوا؟ حد عايزني أعيد على معلومة من المحاضرات اللي فاتوا غير الناس اللي هي امبارح كان في أسئلة؟ الأسئلة دي أنا مش ناسيها، وزي ما قلت لكم هتعمل لكم محاضرة كاملة لوحدها إجابة على الأسئلة دي. تمام، بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب احنا كنا اخدنا الثلاث محاضرات اللي فاتوا، كنا اخدنا الاوامر اللي هي موجودة في التاسك بار، كنا دخلنا على زيز بي سي واخدنا برضو الاوامر القوائم اللي فوق، كنا اخدنا برضو القائمة دي بالكامل ما عدا البيرسوناليز اللي هي هناخدها النهاردة، وان شاء الله هناخد برضو كنترول بانل وهناخد اللي هو السيتنج او الاعدادات. طيب هضغط كليك يمين على سطح المكتب وهختار منها حاجة اسمها البيرسوناليز أو تخصيص. أول ما دوست عليها ظهرت معايا قائمة ناحية اليسار زي ما انتم شايفين كده. أول أداة عندي اسمها الباك جراوند، الباك جراوند اللي هو الخلفية. أنا عايز أغير خلفية سطح المكتب، هروح هنا في الباك جراوند عندي ثلاث اختيارات، عندي البيكتشر، عندي السوليد كولر، وعندي السلايد شو. يبقى عندي البيكتشر والسوليد كولر والسلايد شو. انا عايز صوره، فهروح من هنا اختار الصوره اللي انا عايزها، يا اما هروح على حاجه اسمها البراوس او استعراض، هدوس عليها واختار الصوره اللي انا عايز اخليها خلفيه سطح المكتب. اختار اي صوره، شوف الصورة اللي عايز اخليها خلفية لسطح المكتب واختار حاجة اسمها choice picture، اختيار الصورة. طيب انا مش عايز صورة، انا المرة دي عايز لون بس يكون لون سادة. بس قبل ما نطلع من موضوع الصورة، عندي من تحت حاجة اسمها choice effect، تعالوا كده نختار حاجة اسمها effect. عمل ايه للصورة؟ خلى الاطراف اللي هو ناحية اليسار وناحية اليمين خلاهم باللون الاسود، خلاهم باللون الاسود. لا طب الالوان دي من فين؟ اهو من تحت، اختار اللون الاحمر اهو، خلى الاطراف معايا باللون الاحمر. طب انا عايز الوان اكتر، علامة الزد من تحت اللي هي الكاستم كولر، هدوس عليه واروح اختار الالوان اللي انا عايزها او اللون اللي انا عايزه، واقول له ضم. اروح على سطح المكتب الاقي ده فاضي اهو، ضافت معايا بالشكل ده. طيب هختار المره دي حاجه اسمها اهي ستريتش، هي هي. طب تعالوا نختار تايل اهو، ده شكل التايل. لا انا هختار ستريتش، ادي شكلها. لا انا هختار مثلا السنتر،
لاحظ ان فيه تغيرات كتيره. طب انا هختار فيل تاني اهو، رحت على سطح المكتب، ادي شكل الايقونات على سطح المكتب. ارجع اللون زي ما كان، اللون الاسود، تمام، واقول له مثلا فل. خلى الخطوط عنده باللون الابيض. عليكم السلام. طيب المرة دي انا مش عايز صورة، انا عايز لون سادة، فاختار حاجة اسمها السوليد كولر. اختار مثلا لون الاحمر. ايه اللي حصل على سطح المكتب؟ خلالي سطح المكتب كله باللون الأحمر. طيب اللون الأزرق نفس القصة. طيب ألوان إضافية إزاي من علامة الزائد، واختار اللون اللي أنا شايفه مناسب. طيب ثالث اختيار عندك حاجة اسمها السلايد شو. يعني إيه سلايد شو؟ يعني أنا ضايف مجموعة صور هيبدل ما بينهم كل 5 دقايق، كل 10 دقايق، على حسب المدة اللي أنا بحددها، على حسب المدة اللي أنا محددها. طيب هنا في السلايد شو يا إما هيغير صور تلقائي من عنده، يا إما أنا أختار صور، فهروح على كلمة اسمها براوس أو استعراض. أشوف مثلا أنا عندي 10 صور، عندي 10 صور أهي، حاططها فين؟ داخل حاجة اسمها خلفيات سطح المكتب. يعني أنا بحط الصور بتاعتي اللي عايز خلفية سطح المكتب تبدل ما بينها، أحطها داخل مجلد. الصور كلهم أيا كان 20 صورة، 30، 40، 5، 10، أحطهم داخل مجلد، وأروح أحدد المجلد من بره وأقول له choice this folder، اختار لي الصور الموجودة في الفولدر ده. وبعد ما بدوس هتظهر معايا هنا، فهيبدل ما بينها على حسب المدة اللي انا مختارها. هنا بيقول لي ايه؟ change picture every، يعني هتغير معايا الصورة كل قد ايه؟ كل يوم، كل ساعة، كل دقيقة، كل 10 دقايق، كل نص ساعة. فانا اللي بختار، انا عايز ابدل ما بين الصور كل قد ايه. ده بالنسبة للباك جراوند او الخلفية. وهنا نفس القصة تشويس افيت او المظهر العام بتاعها. تاني حاجة عندك حاجة اسمها الكلر، حاجة اسمها الكلر. يعني ايه الكلر؟ دلوقتي لما اجي ادخل على الاعدادات، دخلت على الاعدادات، شكل الظهور للاعدادات هي وبتتفتح باللون الازرق اهو. تاني انا وبفتح الاعدادات تفتح معايا باللون الازرق. تحت التطبيق اللي انا فاتحه تلاقي في شرطه من تحت باللون الازرق. تعالوا هنا من الكلر هنختار مثلا اللون الاحمر. بصوا كده اللي حصل فوق اللي اتغير، حتى هتلاقي عندك برضه اهو قائمه الشرطة اتغيرت اهي، الشرطه اللي من تحت اتغيرت. تعالوا ندخل على الاعدادات. طريقة الدخول بتاعة الاعدادات باللون الاحمر، شكل الحاجات اللي من جوه باللون الاحمر، فبيغير معاك اللي هو اللون بتاع النظام، لون النظام من اللي هو الكلر. هنا الترانسبيرنسي افكت، بصوا كده اللي بيحصل. الناس تبص معايا تحت على قائمة ستارت، ترانسبيرنسي اللي هي الشفافية، يعني انا هخليها مثلا اون او اخليها اوف، معناها اللي ورا التاسك بار مش ظاهر. طب هخليها اون، لاحظ ان في زي ايه اللي ورا التاسك بار ظاهر، شفافيه عندك ظاهر. لا انا مش عايزه بالشكل ده، انا هختار اللون الازرق، فرجعته زي ما كان للون الازرق. طب بصوا كده تحت بيقول لي choice your default app mode. تعالوا كده نختار الدارك اهو،
خلى معايا النظام اللي هو النظام المظلم اهو، اسود من فين؟ من الكلر، وبدل ما اختار لايت هختار دارك. بصوا هنا، لو شلت عند الصح اللي بيحصل في ستارت والتاسك بار، اهو فظهر معايا من اللي هو الخلفية بتاعتها، خلاها لي باللون الرصاص. ده بالنسبة للكلر. يبقى كده الباك جراوند والكلر اتمنى ما يكونش فيهم اي ادنى مشكلة. طيب تعالوا ندخل على ثالث حاجة وأهم حاجة، اللوك سكرين، شاشة القفل. يعني إيه شاشة القفل؟ يعني أنا عايز الشاشة لوحدها كل مدة زمنية معينة، المدة اللي أنا هحددها الشاشة تقفل لوحدها، الشاشة تقفل مش الجهاز كله. أنا محتاج إن الشاشة تقفل معايا. طيب تقفل إزاي؟ أنا هعرفها دلوقتي مع بعض إن شاء الله. طيب انا دلوقتي هنا عندي برضو الباك جراوند، الخلفيه، عايزها صوره ولا عايزها مثلا سلايد شو، كذا صوره ما بينهم يغير ما بينهم يعني، ولا ويندوز سبوت لايت اللي هي الصوره الاساسيه بتاعت الويندوز. انا هختار بيكتشر، او لو عايز صوره ثانيه هقول له براوس او استعراض. شاشه القفل معناها ان انا الشاشه بتاعتي هتقفل كل قد ايه؟ سبت الجهاز بدون ما المسه لمده دقيقه، لقيت الشاشه لوحدها قفلت. فانزل تحت في كلمه اسمها السكرين سيفر سيتنج، اعدادات شاشه التوقف، يا اما هتلاقيها ناحيه اليمين، هدوس على سكرين سيفر سيتنج. فدي الشاشه اللي ظهرت معايا. انا عايزه كل 15 دقيقه يعمل لي شاشه توقف بالشكل ده، يا اما عايزها بالشكل ده. الفقاعات، فمن السكرين سيفر هنا انا بختار الشكل بتاع شاشة التوقف، يا اما عايزها بلانك شاشة سوداء، ولا عايزها مثلا مستفاي بالشكل ده، ولا عايزها مثلا ريبون أشرطة. ولا عايزها مثلا كصورة، عايز تحط صورة، أهي الصورة ظهرت معاك. ولا عايز تحط اسم من 3D تكست، 3D تكست. وبروح على حاجة اسمها سيتنج أو الإعدادات. هنا بيقول لي التايم، ده الوقت. طب هنا الكاستم، الكاستم تكست بتكتب النص اللي انت عايزه، تكتب النص هنا اللي انت عايزه. طيب هنا تشويس فونت، هتختار الخط، هدوس عليها. واختار من هنا نوع الخط اللي انا عايزه. وجنبه الفونت ستايل، الستايل بتاع الخط، عايزه عادي ولا عايزه ايتاليك مايل ولا عايزه بولد، يعني الخط معمول له عملية تضخيم، يعني الخط رفيع بيجي تخين، ولا عايزه في نفس الوقت تخين ومايل. فأنا بختار من هنا الستايل بتاع الخط بتاعه، وبعد كده أقول له أوكي. طيب هنا الروتيشن تايب، نوع الدوران هيدور إزاي. انا بختار شكل الدوران اللي انا عايزه اهو، ادي شكل الدوران. انا بختار من هنا نوع الدوران، شكل الدوران ازاي. هنا الريزوليوشن، الدقة بتاعة الكلام هيكون ظاهر ازاي. السايز، السايز اللي هو الحجم، حجم الكلمة بتاعتك. طيب الروتيشن سبيد، السرعة، السرعة بتاعة الدوران. طيب المرة دي أنا عايز أغير اللون، لون الكلمة. هتعلم من تحت على كلمة اسمها السوليد كولر، وأعلم علامة صح على الكاستم كولر، وأروح أقول له تشويس كولر.
تختار اللون اللي انت عايزه، اختار اللون اللي انت عايزه للكلمة، بعد كده اقول له اوكي، اقول له اوكي. تعالوا كده نختار تيكتشر واقول له تشويس تيكتشر. لازم يبقى عندي ستايلات جاهزة على الجهاز عندي اللي هو التيكتشر. طيب الريفليكشن برضو لازم يبقى عندي ريفليكشن جاهز على الجهاز. يعني ايه ريفليكشن؟ يعني المراية. طيب انا اللي يهمني السوليد كولر وازاي اغير اللون بتاع الكلمة، واقول له بعد كده اوكي. ولو دوست على ديسبلاي سيتنج بيقول لي هيظهر لك في شكل 3D، بيقول لي النيم هنا كارت الشاشة، اقول له اوكي. لا انا مش عايزه، اقول له بعد كده اوكي، وهيعمل لي بريفيو على حسب الاعدادات اللي انا اخترتها. طيب المدة، يعني الجهاز لو سبته مثلا لمدة 5 دقائق يعمل ايه؟ يعمل لي شاشة التوقف. بعد 5 دقائق يظهر معاك شاشة التوقف. هنا عندك حاجة اسمها الـ Change Power Setting، أول بتدوس عليها دي اللي احنا كنا بنعمل فيها اللي هو بنظهر فيها الهايبر نت، من Change Power Setting. ده بالنسبة للسكرين أو اللوك سكرين. عندك بعد كده حاجة اسمها السنس، أنا هختار مثلا كمثال هختار السنس ده. ايه اللي حصل؟ غير الشكل اهو. تعال ندخل على زيز بي سي، ادي السنس نفسه اتغير. تمام انا هختار ده. تمام فده اللي هو اختار السنز اللي انا عايزه وطبقه على الجهاز زي الخلفيه. الكلر اللي احنا خدناها من شويه لون النظام. طيب الساوند اللي هو الصوت، اظبط الصوت عندي. طيب عندك حاجه اسمها الماوس كريزر من سيمز، في حاجه اسمها الماوس كريزر، تعال ندوس عليها اهي. اتاكد ان انا مختار من فوق حاجه اسمها الباونتير، ادي ده شكل مؤشر الماوس، ده شكل المؤشر اهو. المؤشر انا عايزه بالشكل ده، عايزه ده، عايزه ده. تختار الشكل المناسب ليك اهو. الماوس عندك لما يجي مثلا يبقى فيه تهنيجة في الجهاز او لما يجي يعلق شكله يكون ازاي؟ من السنس من الماوس كريزر بختار الشكل من هنا. دي كلها اشكال للماوس اللي عندي، اقول له يوز ديفولت، تعيين كافتراضي، اقول له ابلاي، اقول له بعد كده اوكي. بس اللي انا عايزه اللي هو الاساسي، اقول له يوز ديفولت، اقول له ابلاي، ثم اوكي. طيب عندك بعد كده في حاجه اسمها الباونتير اوبشن، باونتير اوبشن. بص كده ايه اللي بيحصل، تحس ان المؤشر وراه كذا مؤشر تاني. ليه؟ لان انا هنا علمت علامه صح على كلمه اسمها ديسبلاي باونتير تريزر اهو. بص كده اهو الماوس وراه كذا مؤشر تاني، لا انا هشيل علامة الصح من ديسبلاي باونتير اهو، رجع تاني زي ما كان. طيب دي متحكمة في ايه؟ متحكمة في السرعة بتاعت الماوس، سيلكت باونتير سبيد، سبيد اللي هي السرعة، السرعة بتاعت الماوس. طيب هنا عندك برضو اول حاجة اللي عندك كليك شمال وكليك يمين. هنا السبيد في البوتم، السبيد برضو متحكمة في السرعة بتاعته، سرعة اللي هو كليك شمال وكليك يمين، سرعة الماوس معايا. ده اللي هو البوتن، باونتير شكل مؤشر، باونتير اوبشن زي ما قلنا
اللي هي بيعمل لي دبليكيت او تكرار للمؤشر بتاعي. ايه تاني يهمني؟ ده المهم بالنسبة لي. انا هنا ادور على كلمة اسمها ديسكتوب ايكون سيتنج، اما هتلاقيها تحت اما هتلاقيها فوق، ديسكتوب ايكون سيتنج. لما نيجي مثلا كمثال، انا شغال على جهاز الكمبيوتر ولقيت كمثال الكنترول بانل مش موجودة. تعالى كده نروح على سطح المكتب، فين كنترول بانل؟ مش موجودة. طب اظهرها ازاي؟ كليك يمين بيرسونلايز واروح على سيمز، ومن ديسكتوب ايكون سيتنج هروح اعلم علامة صح على كنترول بانل. دي بظهر الايقونات الاساسية اللي بتنزل مع الجهاز اصلا، طريقة اظهارها. طيب انا واقف على الايقونه دي، حددتها اهو زيس بي سي، عايز اغير الشكل بتاعها، اقول له تشينج ايكون، تشينج ايكون، وبختار الشكل اللي انا عايزه، بقول له اوكي. ادي شكل زيس بي سي اتغير، عايز ارجعه زي ما كان الاول، اعمل ايه؟ من ديسكتوب ايكون سيتنج بتحدد الايقونه اللي عايز ترجع شكلها الاساسي، واقول له ريستور ديفولت، هترجحه لي زي ما كان، الاستعاده بتاع الشكل الافتراضي، واقول له بعد كده اوكي. ده بالنسبه للباك جراوند والكلر واللوك سكرين والسنس. ده بالفونت، خطوط، خطوط على الجهاز، دي كلها انواع الخطوط، دي انواع الخطوط الموجوده على الجهاز عندك، دي كلها انواع خطوط انت تستخدمها على الجهاز، دي موجوده عندك الخطوط دي. هنا بيقول لي ايه؟ available here to search، اكتب نوع الخط اللي بتدور عليه. انا بدور مثلا على نوع خط اسمه تايم نيو ريمون، تايم نيو ريمون، طالما ما جاش في البحث ومش موجود عندي. دي كلها انواع خطوط. هنا بيقول لي الفلتر باي، هيعمل لي فلتره للانواع الخطوط على حسب ايه؟ على حسب الخطوط العربيه ولا الخطوط الصينيه ولا البرتغاليه ولا الفرنسيه، انا بختار هنا اللغه. يا اما اقول له اول لانجوج، هتعملها لي على حسب كل اللغات اللي عندك، على حسب كل اللغات اللي عندك. هنا بيقول لي كلمه اسمها داونلود فونت فور اول لانجوج، هتعمل لي تنزيل لخطوط بكل اللغات. بدخل عليها بيقول لي ذس ويل داونلود فونت فور اول لانجوج، طالما انا متصل بالانترنت هتلاقيه بينزل لك خطوط على الجهاز عندك. عندك بعد كده ستارت، ستارت دي بتعمل ايه؟ اول حاجه بيقول لي هنا شو اب ليست ان ستارت منيو، بصوا كده اللي ظاهر معايا هنا، ظهر في قائمه بالتطبيقات ناحيه اليسار. طب تعالوا نخليها اون، ايه اللي حصل؟ شالها لي. اظهرها ازاي تاني؟ اخليها اون، يبقى طالما هي اوف فهي مش ظاهره معايا القائمه. طيب اخليها اون فالقائمه ظاهره معاك ناحيه اليسار. طيب هنا بيقول لي شو ريسنتلي اد ابس، بيظهر معايا اخر تطبيقات انا ضفتها على الجهاز عندي، او او اخر تطبيقات انا ضفتها في قائمه ستارت. لو خليتها اون تلاقي اخر تطبيقات انت ضفتها مش ظاهره، لو خليتها اوف. طيب لو خليتها اون هيظهرها معاك، هيظهرها معاك. طيب هنا بيقول لي شو موست يوزد ابس، يعني اكتر تطبيقات انت استخدمتها. بس كده لما نروح على قائمه ستارت هنا بيقول لي ريسنتلي اد، اخر حاجه انت ضفتها. طيب اكتر تطبيقات انت ضفتها اللي هو الموست يوزد، اهي اكتر تطبيقات انت استخدمتها الفتره الاخيره. تمام. طيب لو قلت له مثلا اون اختفت، اكتر تطبيقات انا استخدمتها اختفت من عندي، خليها ايه تاني؟ اون. طيب لما اجي بفتح قائمة ستارت، قائمة ستارت بتاخد معايا جزء صغير من تحت،
تعالوا هنا من يوز ستارت فول سكرين اخليها اون، ايه اللي حصل؟ قائمة ستارت اخذت معايا الشاشة بالكامل، اخذت معايا الشاشة بالكامل زي ما انتم شايفين. طب هخليها اون اوف، رجعت زي ما كانت صغيرة او واخدة جزء صغير تحت من الشاشة. لحد الان اتمنى ما يكونش فيه اي ادنى مشكلة. عندك بعد كده حاجة مهمة اسمها التاسك بار. احنا قلنا عشان احرك التاسك بار بعمل ايه؟ هضغط كليك يمين على التاسك بار واروح اشيل علامة الصح من لوك ذا تاسك بار، وكليك شمال واحرك. طالما متعلم علامة صح اهو فانا ما اقدرش احركه. طيب هنا اللوك ذا تاسك بار اون، طب هخليه اوف. تعالوا كده نحرك، هيتحرك معايا. عايز اثبته تاني مكانه اخليه اون اللي هو لوك ذا تاسك بار. هنا بيقول لي اوتوماتيك هايد ذا تاسك بار ان ديسكتوب مود. طالما انت واقف بعيد على التاسك بار هيختفي، هتروح عنده هيظهر. انا واقف بعيد اختفى، هروح عنده هيظهر وهكذا. انا هخليها اون. هنا بيقول لي اوتوماتيك هايد ذا تاسك بار ان تابلت مود. تلقائي لو انت خليت الجهاز في وضع التابلت مود هيعمل لك اخفاء للتاسك بار. طيب هنا شايفين الايقونات الموجوده على التاسك بار حجمها مناسب. طب اجي هنا على يوز سمول تاسك بار بوتيم اخليها اون، ايه اللي حصل؟ صغر معايا الايقونات الموجوده على التاسك بار. صغر معاك الايقونات الموجوده على التاسك بار، اخليها اوف. طيب هنا بيقول لي تاسك بار لوكيشن اون سكرين، مكان التاسك بار. يعني ايه مكان التاسك بار؟ بدل ما احركه بايدي لا انا هحركه اوتوماتيك، هختار الحاجه بس وهتحرك. انا عايزه في الليفت اهو، لا انا عايزه توب في الاعلى، انا عايزه في الرايت ناحيه اليمين، انا عايزه في البوتن في الاسفل. انا بختار من هنا المكان بتاعه، المكان بتاعه. طيب هنا بيقول لي الكومبين تاسك بار بوتيم، بيقول لي دايما هتخفي لي الليبلز. ليبل يعني عنوان. تعالوا كده نختار هون تاسك بار از فول، اللي حصل الحاجه اللي انا فاتحها كاتب جنبها الاسم بتاعها. تعالوا كده نفتح الوورد، كتب جنبه الاسم بتاعه. طيب هختار من الكومبين تاسك بار بوتيم، هقول له always hide labels يعني دائما هتخفي لي العناوين. ده بالنسبه للعنوان بتاع الملف اهو، خفاء بس. نيفر يعني ولا ده ولا ده، اهو بالشكل ده على حسب. تعالوا كده نختار هوين تاسك بار از فول، لا انا هختار مثلا always hide labels فخفاء العناوين. نيفر ابدا معناها ان انا ايه، مش عايز اخفي العناوين، فهيظهرها لك، هيظهر العناوين جنب اسم كل برنامج بالشكل ده. طيب لحد الان اتمنى ما يكونش فيه اي مشكله بالنسبه لقائمه او بالنسبه للبرسونلايز او التخصيص. ارجعها زي ما كان تاني في التاسك بار، اقول له الوز هايد واحد. ده بالنسبة لويندوز 10. طيب أنا المرة دي عايز أعمل إيه؟ أنا عايز بقى آخر حاجة بشتغل عليها اللي هو كنترول بانل والسيتنج، دول آخر جزئية في ويندوز 10. يعتبر شرحنا مش هقول 80% من الويندوز، يعتبر أخدنا كل حاجة تخص ويندوز 10. قبل ما أدخل على حاجة جديدة، ندخل دلوقتي على قائمة كنترول بانل أو لوحة التحكم. في أي سؤال بخصوص اللي احنا شرحناه لحد دلوقتي؟ الدنيا بسيطة ولا فيها أي مشكلة؟ تمام.
ان شاء الله باذن الله بعد ما نخلص كل مديول هعمل لكم امتحان عليه، هعمل لكم امتحان على كل مديول علشان نجهز نفسينا للامتحان الدولي. تمام، الجزء العملي بعد ما نخلصه هحط لك الاسئله كلها اللي بتيجي في الامتحان الدولي والاسئله اللي ممكن يجيبها لك في الامتحان الدولي برضه. يعني في اسئله بتيجي دايما بتتكرر، وفي اسئله هو ساعات بيجيبها وساعات لا. هيتعمل امتحان ان شاء الله، عايز كل واحد فيكم يكون فاهم كويس كل مديول احنا بنشرحه، عشان نعملوا حسابكم ان شاء الله الويندوز او اساسيات الكمبيوتر اول ما يخلص هيتعمل امتحان على الجزء العملي، هيبقى جوجل فورم استمارة وهتجاوبوها، هتجاوب عليه. تمام، طيب ندخل بقى على كنترول بانل او لوحة التحكم. دخلت على هو ان شاء الله باذن الله يعني معانا كنترول بانل القائمه دي ومعانا سيتنج الاعدادات، وبالنسبه لاساسيات الكمبيوتر خلصت. لو في وقت نخلصهم الاثنين ماشي، ما فيش وقت ان شاء الله هنخلصهم المحاضره الجايه، يعني بالكثير هتكون خلصنا اساسيات الكمبيوتر بالكامل، حتى بالبرامج اللي احنا عايزين نشرحها سواء كان الرسام او الاله الحاسبه او المفكره، لان بيجي سؤال في الامتحان الدولي على الاله الحاسبه، بيجي سؤال على المفكره، بيجي سؤال على ازاي تعمل سكرين شوت، حد كلها بيجي عليها اسئله. فهو بنسبه كبيره ان شاء الله محاضره بكره هتكون اخر محاضره في اساسيات الكمبيوتر. هو اساسيات الكمبيوتر طويله، هي اللي بتاخد معانا اكتر وقت. طيب نكمل، في حد كان سأل سؤال هل في طريقه ان اخفي قائمه خيارات زوم من تحت عشان عندي التذكره اقدر اشوفها؟ عندك تحت هتلاقي في الاعدادات، دور في الاعدادات هتلاقي في حاجه اسمها الهايد اللي هو الاخفاء. من الاعدادات تحت هتلاقي في حاجه اسمها الهايد او الاخفاء. انا عملت ايه؟ لسه معاني؟ ايوه يا باشمهندس، احنا سامعين وشايفين. تمام، بزوم من تحت من مور في حاجه اسمها الهايد فلوتنج ميتنج كنترول، دي بتلغي من خلالها العلامه من تحت. كنترول مع الت مع شيفت مع اتش، ده الاختصار بتاعتها. تمام، الغي دي. تمام، ندخل على كنترول بانل اللي هي لوحة التحكم. عندك في حاجة اسمها فيو باي، طريقة العرض. احنا قلنا علشان اغير شكل الايقونة بتاعت سطح المكتب عندك في حاجة اسمها فيو، واختار اللارج ايكون او الميديم او السمول ايكون. ادخل على كنترول بانل، عندك برضو فيو من خلالها بغير طريقه العرض اهو. ده شكل اللارج ايكون، ده شكل السمول ايكون، وده شكل الكاتيجوري. طب ليه خفت كده معايا؟ حط لك مجموعه الادوات اللي بتعمل نفس الحاجه حطها لك داخل جروب واحد. تمام، طيب بدايتنا كده من فوق حاجه اسمها السيستم اند سكيورتي اللي هو النظام والامان، هدوس عليه واروح اختار من فوق حاجه اسمها السكيورتي اند المينتنس. جنب السكيورتي في اللي هو سهم نازل لتحت، هنا بيقول لي انترنت سكيورتي سيتنج اللي هو اعدادات الامان بالنسبه للانترنت، هو قايل لي هنا ايه اوكي، قايل لي اوكي معناها ان انا مظبط اعدادات الامان بالنسبه للانترنت، فلا يهمني
لازم اكون عارف هل انا مظبط الاعدادات بتاعه الانترنت ولا لا. من هنا انترنت سكيورتي سيتنج قال لي اوكي، معناه ان هي مظبطه عندي. طيب بالنسبه للمينتنس هدوس على السهم النازل لتحت، بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لي الريبورت بروبلم، المشاكل او التقارير الخاصه بالمشاكل. يعني اي مشكله عندك في الجهاز يدي لك تقرير خاص بيه. يعني عندك في فيروس داخل على الجهاز، في اشعار مبعوث لك، كل ده هيديك تقارير بيها. طيب عندك حاجه اسمها ريبورت بروبلم، بيديني تقرير بكل مشكله بتظهر عندك على الجهاز. في فيروس بيديلك تقرير، في اشعار بيديلك تقرير، مش عارف في مشكله في الجهاز عندك في الاضاءه بيديلك تقرير. فده معنى كلمه اللي هو الريبورت بروبلم. طيب هنا الفايل هيستوري، السجل الخاص بالملفات، بمعنى ان هو كل ملف عندك. دلوقتي لو جيت ضغطت كليك يمين على الفولدر تحت، ايه اللي حصل هنا؟ ظهر معاك اخر مجلدات انت فتحتها، اخر مجلدات انت فتحتها. فده معنى كلمه الفايل هيستوري. ايه اللي اوف؟ يعني ايه اوف؟ ولو جيت دوست على تيرن اون، الفايل هيستوري از اوف، السجل الخاص بالملفات. طب ده هل ده ملف ولا مجلد؟ ده مجلد، فانا ظاهر معايا مجلدات وليس ملفات. في فرق ما بين الملف وما بين المجلد. احنا قلنا ده ملف وده ملف وده ملف وده ملف وده ملف، اما شكل الكتاب ده الفولدر. كنترول بانل سيستم سكيورتي سيستم، كان الفايل هيستوري اللي هو السجل الخاص بالملفات وليس الفولدرات. طيب هنا ريكفري اللي هو لو عايز اعمل ريفريش للجهاز بتاعي. وكل القصه هنا انا مش بلعب في الاعدادات، انا ببص بس بتاكد ان هل عندي نظام حمايه وامان ولا لا. طيب عندك بعد كده حاجه اسمها الفاير وول، الجدار الناري. هدفه ان هو بيحمي لك الجهاز بتاعك من عمليات الاختراق. اي حد بيحاول يخترقك فهو الفاير وول بيعمل لي حمايه ليه. بس كده هنا عامل لي علامه صح باللون الاخضر، البرايفت نتورك، الشبكات الخاصه معمول لها نظام حمايه. الجست اور بابليك نتورك برضو معمول لها نظام حمايه. الحاله بتاعه الجدار الناري بتاعك ايه؟ اون، معناه ان هو مفتوح. الاكتيف بابليك نتورك اسم الشبكه اللي انا فاتحها، امريكان اكاديمي، وهكذا. فهنا لو ظهر علامة صح باللون الأخضر معناها إن أنا معمول لي نظام حماية. طب علامة إكس باللون الأخضر معناها إن أنا لازم أشوف الجهاز بتاعي أول حاجة، هل معمول له النسخة معمول لها تنشيط ولا لأ؟ وتاني حاجة أنا ظابط إعدادات الإنترنت بتاعتي ولا لأ؟ فساعات بسبب إن أنا مش عامل تنشيط للنسخة هتظهر علامة إكس عندك. عندك حاجة اسمها السيستم، تعال ندوس عليها. ظهر معايا ايه؟ خصائص الجهاز، خصائص الجهاز سيستم، ظهر معايا خصائص الجهاز. طيب هنا البيت لوكر احنا قلنا بتعمل ايه؟ لو عايز اعمل قفل لقطاع معين او لدرايف معين. عندك الستورج سبيس اللي هو مساحات التخزين، عايزين نعرف عندك ايه تاني هنا يهمني. بس نرجع خطوه لورا. وعندك بعد كده حاجه اسمها النتورك اند انترنت، نتورك اند انترنت. طيب عندك هنا النتورك اند الشيرنج سنتر، تاني اهو
دي خاصة بالإنترنت، وأقول له نتورك أند شيرنج سنتر، هنا بيقول لي اسم الشبكة اللي أنت متصل بيها أمريكان أكاديمي. هنا بيقول لي الأكسس تايب، نوع الاتصال إنترنت، نوع الاتصال إنترنت. طب الكونكشن، أنا متصل عن طريق الواي فاي، وأدي اسم الشبكة. طيب لو مش متصل هيقول لي نوت كونكتد، يعني غير متصل، غير متصل. يا اما هيعمل معايا ايه؟ هيظهر معايا شكل جهاز وشكل كرة أرضية. هتلاقي الكرة الأرضية ظاهرة بنسبة بهتان، معناها إن مفيش اتصال ما بين الجهاز وما بين الإنترنت. طيب عندك هنا إنترنت أوبشن، إعدادات الإنترنت، تعالوا ندوس عليه. عندي 3 حاجات مهمين: اليوز كارنت، اليوز ديفولت، اليوز نيو تاب. اليوز كارنت معناها ايه؟ انا لو فتحت الانترنت بالشكل ده، فانا المتصفح الاساسي بتاعتي اهو، هدخل على مايكروسوفت او هدخل على اي سي دي ال اريبيا. اي انا عايز اخلي الصفحه دي هي الصفحه الاساسيه من اعدادات الانترنت، هقول له يوز كارنت، يوز كارنت استخدام الصفحه الحاليه. عندي مشكله، فين اعدادات الانترنت؟ ندخل عليها تاني اهو. طيب يبقى اليوز كارنت بيستخدم لي الصفحه الحاليه. طيب اليوز ديفولت بيستخدم لي المتصفح الأساسي، يعني الصفحة الرئيسية بتاعت المتصفح اللي هي أصلا جوجل، بيخلي لي دي الشاشة بتاعت الظهور. إيه معنى الكلام اللي أنا بقوله ده؟ معنى الكلام اللي أنا بقوله، أنا عايز الشاشة الافتتاحية بتاعت المتصفح تكون إيه بالظبط؟ هل هي الصفحة الحالية اللي أنا واقف عليها، ولا استخدام الصفحة الافتراضية بتاعة المتصفح الأساسي، ولا أنا هستخدم تابة جديدة؟ أدي يوز نيو تاب، تختار ما بين التلاتة. طيب هتنزل تحت هتلاقي في كلمة اسمها ديليت أو حذف. دايما متعودين لما يجي ندخل على الإنترنت بيظهر معايا اللي هو السجل بتاعي، أنا دخلت على إيه وعملت إيه وسويت إيه والكلام ده. كمان برضو ساعات بدخل بعمل إيه، لو أنا فاتح الفيس بتاعي على اللاب ورحت قفلت اللاب بدون ما اعمل تسجيل خروج للفيس، اول ما افتح الفيس انا هيعمل ايه؟ هيفتح معايا على الصفحه بتاعتي على طول، يعني مش هيقفلها. فالباسورد هنا لو شلت علامه الصح وقلت له ديليت، هيحذف لي كلمات المرور اللي انا كنت عاملها في اي موقع. طيب لو علمت علامه صح هيحفظها لي، هيحفظ لي كلمات المرور. يعني ايه يحفظ لي كلمات المرور؟ يعني بمجرد ما هتدخل تاني على الفيس بدون ما تعمل له خروج هيفتح معاك على طول. شلت علامة الصح واقول له ديليت، هيطلع معايا اهو. انا مش عايز اعمل له اي ديليت، محدش بيستخدم الجهاز غيري. طب انا عايز احذف السجل، اشيل علامة الصح واقول له ديليت او حذف، لكن لو علمت علامة صح هيظهر معايا قائمة كبيرة من السجلات اللي عندي. عندك كلمة اسمها كونتنت. أنا دلوقتي بفتح الشاشة دايما بتظهر لي شاشة سودة. طب حل مشكلة الشاشة السودة دي إيه؟ إن أنا بروح على كلمة اسمها كونتنت، يعني سطح المكتب، أنا هكون إن أنا عامل خلفية أهو، أنا عامل خلفية، حاطط خلفية، فكل شوية بيظهر لي شاشة سودة. فحل المشكلة دي ايه؟ حل المشكلة ان انا بروح على كنترول بانل وبختار منها النتورك اند انترنت، وبختار منها انترنت اوبشن، وبختار حاجة اسمها الكونتنت، واقول له كلير اس اس ال، واقول له اوكي. بس ده عشان احل مشكلة الشاشة السوداء. طيب قبل ما انسى، انا الجهاز معايا تجين، الجهاز بتاعي مهنج، عايز اسرعه، بسرع الجهاز ازاي؟ هضغط كليك يمين على زس بي سي،
كليك يمين على this PC وهقول له properties أو خصائص، فظهر معاه خصائص الجهاز. هروح أقول له حاجة اسمها Advanced System Setting، إعدادات متقدمة للنظام، وأتأكد من فوق إن أنا مختار حاجة اسمها Advanced، وهاجي هنا أقول له Setting من Performance اللي هو الأداء، أقول له Setting، وأروح أختار تالت اختيار عندك Adjust the Best Performance، أعطيني أفضل أداء أهو. تجي مش متعلم عليه علامة صح، هقول له ابلاي ثم اوكي. اوكي دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية بروح على الرن، الرن اللي هي ويندوز مع ار، ويندوز مع ار، واكتب داخل الرن كلمة اسمها تمد، تمد، واقول له اوكي. هروح احذف كل الملفات الموجوده هنا، انا حذفتها. والخطوه الثالثه هروح اكتب تم بس ما بين علامتين او على ما بين نسبتين مئويتين اهو، ما بين نسبه مئويه، اقول له اوكي. برضه هعمل ايه، هروح امسح الحاجات الموجوده هنا. الحاجات اللي بمسحها دي ايه؟ انا دلوقتي لما بكون شغال، يعني بص كده لو ملاحظين، انا لما جيت امسح الفولدرات دي كان ظاهر جواها ملفات دوت ايه، في ملفات مش هقول ان هي ما كانش لها لازمه، بس لما اجي اشتغل على برنامج معين فالبرنامج بكفله، بس هو بيكون شغال في النظام، بيكون شغال في النظام، فالملفات المتبقية منه اللي هي موجودة في النظام بتروح فين؟ في حاجة اسمها التم. فأنا الملفات الزيادة دي بحذفها علشان يسرع معايا أداء الجهاز. ندخل على كنترول بانل ونكمل تالت حاجة. أهم حاجة في كنترول بانل عندي الاتنين اللي تحت بعض، نركز فيهم مع بعض، الهاردوير أند ساوند والبروجرام. هدخل على الهاردوير اند ساوند، الاجهزه والطابعات. اختار اول اختيار اللي هو الديفايسز اند برينتر، الاجهزه والطابعات. بيجيب لك سؤال في الامتحان الدولي بيقول لك اعمل ايه؟ قم بتعيين الطبعه الفلانيه كطبعه افتراضيه. بيقول لك الاسم مثلا، قم بتعيين الطبعة والنط كطبعة افتراضية، اهي ادي الطبعة والنط. اروح اضغط كليك يمين عليها واقول له set as default printer، تعيين كطبعة افتراضية، تعيين كطبعة افتراضية. طب لو قال لك احذف لي الطبعة دي او شيلها لي، هقول له remove device. طيب ايه الفرق ما بين delete وريموف؟ عايز الناس تقول لي ايه الفرق ما بين ديليت وريموف، الفرق ما بين الحذف والازاله. باشمهندس محمد السيد اتفضل يا هندسه. السلام عليكم يا باشمهندس. عليكم السلام هندسه. تحياتي لك وتحياتي للموجودين كلك. بالنسبه لموضوع الريموف، في منك ان انت ترجعها تاني مره، اما لو انا عملت لها سيل فما بقدرش ارجعها الا عن طريق ان انا اعمل لها انستول من اول وجديد، اذا كان الكلام مظبوط. تمام كويس. طيب هو ريموف بتخص ايه بالظبط؟ بعملها لايه؟ ريموف انا بمحي بس الايكون من على النتورك. تمام. طيب الديليت،
الديليت بقى بحاول ان انا اعمل لها انستولد كامل، يعني ان انا بشيلها كامل من على النتورك. تمام يا هندسة، أشكرك، ماشي يا باشمهندس. شاكر لحضرتك. باشمهندس محمد أحمد، اتفضل يا هندسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا هندسة. أخبار حضرتك إيه؟ طمنا عليك. الحمد لله بخير، أخبارك إيه؟ أعتقد الحمد لله. بين الفرق بين ريموف وديليت، واحدة منهم ولتكن ريموف بتعمل حذف مع التمب، مع كل حاجة، ما بتسيبلوش أي أثر ولا أي توابع ولا أي حاجة، وديليت بيبقى مثلا بتسيب تمب أو بتسيب معاه آثار وكده، ممكن تتزال بعد كده بنفس الطرق. تمام، أشكرك يا هندسة، شكرا. شكرا ليك، ربنا يخليك، شكرا لحضرتك. باشمهندس محمد تهامي، اتفضل يا هندسة. السلام عليكم يا باشمهندس محمد. وعليكم السلام يا هندسة، ازي حضرتك؟ هو الريموف باشمهندس اعتقد بيعمل يعني يشيلها من على الجهاز، لو احتجت تنزلها تاني اعمل لها انستليشن او سيت اب، لكن ديت مجرد بيحذفها من عندي، من اذا هي مثلا اذا كان ملف او شيء بيحذفه، لكن ما بيعمل لو انا عامل له ايقونه او عامل له اختصار او شيء ده بيتحذف، بس ممكن ارجعه مره تانية لو دخلت على السيت اب بتاع الجهاز. لكن لو هو لو عملت له ريموف معناه انه بيشيله بالكامل، لو احتجت انزله اعمل له سيت اب من جديد او انستليشن من جديد، ده اذا انا مش مخطئ، اذا انا فهمت صح يعني. تمام يا هندسة، أشكرك، شكرا يا هندسة. طيب الإجابات كلها يعني ما شاء الله يعني عجبتني طبعا. طيب أنا دلوقتي عندي جهاز الكمبيوتر بينقسم إلى هارد وير وسوفت وير. هارد وير اللي هي الحاجات اللي هي الملموسة اللي أنا بقدر أمسكها، زي إيه؟ لوحة المفاتيح أنا بالنسبة لي هارد وير. ليه؟ لأن أنا بقدر أمسكها بإيدي. طيب الماوس هاردوير، الشاشة هاردوير، الطابعة هاردوير، عندك السماعة البلوتوز هاردوير، عندك إيه تاني؟ السكانر هاردوير. الهاردوير حتى كمان لو جينا اتكلمنا على الرام والروم، فالرام برضو هاردوير. فأي حاجة بقدر أمسكها بإيدي حاجة صلبة هي بالنسبة لي هاردوير. أما السوفت وير اللي هي البرامج، الحاجات الموجودة داخل الجهاز اللي ما بقدرش امسكها بايدي. طيب انا دلوقتي لو عايز اعمل ازالة لجهاز معين، انا عايز اشيل او عايز اعمل ازالة للفلاشة، انا عندي فلاشة اهي بالشكل ده، قلنا بشيلها عن طريق ايجكت، فانا الفلاشة بعمل لها عملية ديليت ولا بعمل لها عملية ريموف؟ انا بعمل للفلاشة عملية ريموف او ازالة من الجهاز. فالهاردوير بعمل له عملية ريموف وليس ديليت. أنا ينفع أعمل الفلاشة ديليت أو حذف؟ لا. فجينا بصينا هنا، أي هاردوير في الدنيا، أي جهاز في الدنيا بعمل له عملية ريموف وليس ديليت. أما الملفات الموجودة على الجهاز نفسها سواء كان الفايل أو الفولدر أو الصف فولدر، بعمل لها عملية ديليت أو حذف. ليه هنا ما قاليش ريموف او ازاله؟ ليه؟ لان انا هعمل عمليه حذف لمجلد وليس لجهاز معين او حاجه تخص الهاردوير. فده الفرق ما بين الريموف والديليت. بالظبط، الهاردوير بعمل لها عمليه ريموف ازاله وليس ديليت. انا هقدر دلوقتي اعمل ديليت او حذف للوحه المفاتيح؟ لا، لوحه المفاتيح بعمل لها ازاله من الجهاز. معنى ان انا عملت لحاجه خاصه بالهاردوير عملت لها عمليه ازاله، معناها ان انا عملت ايقاف تشغيل ليها. بالظبط بالظبط، كويس خالص. يعني الهاردوير ريموف والسوفت وير ديليت. بالظبط، ناحيه تخص الهارد مجرد ريموف. بالظبط بالظبط، صح طبعا، ان شاء الله. بالظبط، كويس. فده الفرق ما بين الريموف وما بين ديليت بكل بساطه وبكل سهوله. انا لما اجي اعمل ازاله الجهاز فاقول له ريموف ديفايس. طب عايز اضيف جهاز من فوق خالص، في كلمه اسمها اد ا ديفايس، يعني هتضيف جهاز.
طيب عايز اضيف طبعه، اد ا برينتر، ادوس عليها ولازم اكون موصل طبعا. What is printing؟ عرض ما تم طباعته. See what is printing يعني عرض ما تم طباعته. هدوس عليه. هنا القائمة دي بيظهر فيها الحاجات اللي أنا هطبعها. طب لو قال لك إلغي لي أمر، الأمر يعني إلغي لي، نفترض أنا اديت للطبعة هتطبع أهو. أنا هدخل على ملف وورد بالشكل ده ورحت قلت مثلا print وقلت له برنت كده، اديت امر للطبعه. حلو كده. تعالوا كده ندخل على الطبعه اللي هي متعرفه عندي واقول له سي وات از برينتنج. ايه اللي حصل؟ اهو ده الامر. فبيقول لك قم بالغاء الامر. الغيه ازاي؟ كليك يمين عليه وهقول له كانسل. كانسل يعني الغاء الامر، واقول له يس. ده سؤال بيجي في الامتحان الدولي، سؤال بيجي في الامتحان الدولي. طيب هنا فوق في كلمة اسمها remove device، وزي ما قلنا اهي see what is printing، ده بالنسبة للطابعات. هنا sound خاص بالصوت، ده بالنسبة زي ما قلنا للهاردوير and sound. تاني نركز على السؤال ده عشان ده بيجي في الامتحان الدولي. بيقول لك قم بإضافة طبعة جديدة وبيديك اسمها، ثم قم بإلغاء الأوامر التي تم إرسالها إلى الطبعة. هروح على الهارد، أول حاجة بدخل على، أنا هدي أمر للطبعة بالشكل ده، هدخل على كنترول بانل وهقول له الهاردوير أند ساوند، وأختار الديفايس أند برينتر، الأجهزة والطابعات. ادور على اسم الطبعه اللي هو قايل لي عليها. بيقول لي اعمل لي ايه؟ عين مثلا الطبعه اللي اسمها الوان نوت كطبعه افتراضيه. هضغط كليك يمين عليها وهقول له set as default printer، تعيين كطبعه افتراضيه. طب لو قال لك الغي لي الامر اللي اديته للطبعه بي دي اف او ايا كان اسم الطبعه، هضغط كليك يمين عليها واقول له سي وات از برينتنج، عرض ما تم طباعته. أو. فظهر معاك هنا من فوق ده الامر. الغي الامر ازاي؟ كليك يمين على الامر اللي اديته واقول له كانسل، اللي هو الغاء الامر، واقول له يس. yes. ده بالنسبه عندك للاجهزه الثانيه. ادي عندك مثلا هارد خارجي، عندك سماعات، عندك لاب تاني، عندك جهاز تليفون عايز ازيله ازاي؟ كليك يمين واقول له ريموف ديفايس، ازاله الجهاز. تمام. يسالك سؤال تاني بيقول لك قم بالغاء تثبيت برنامج ايا كان البرنامج اللي هو اداهولك. هروح على بروجرام اللي هو البرامج، وهختار حاجه اسمها البروجرام اند فيزر، البرامج. نفترض قال لك قم بإلغاء برنامج مثلا الأدوبي انديزاين أو أدوبي فوتوشوب، هدوس عليه وأروح أقول له من فوق انستول أو إلغاء التثبيت، انستول أو إلغاء التثبيت. ده لو عايز ألغي تثبيت أي برنامج عندي. طيب لو في برنامج عندي فيه مشكلة وعايز أعمل له عملية تحديث، هتلاقي في كلمة ظهرت اسمها ريبير اللي هو تصليح. اهي ريبير اللي هي تصليح، هدوس عليها ويعمل لي تصليح للبرنامج اللي عندي. يعني ايه تصليح؟ يعني البرنامج مش عايز يشتغل، فهو هيعمل لي عمليه موديفايد او تحديث لي. من فين؟ تاني من بروجرام، واختار بروجرام اند فيزر، واختار البرنامج اللي عايز احذفه واقول له انستول او الغاء التثبيت. تحت البروجرام اند فيزر في كلمه اسمها الديفولت بروجرام، اللي هي البرامج الاساسيه اللي بتنزل اصلا مع الجهاز. عندك اربع برامج هنعرفهم كمان شويه مع بعض، دي البرامج اللي انا ما اقدرش اغيرها اصلا اهي.
دي البرامج الاساسيه بتاعتك اللي هي اصلا بتكون نازله مع الجهاز، اللي احنا كنا بنسميها ايه البيلت ان، البرامج التي لا يمكن حذفها. عندك هنا في كلمه اسمها البرسوناليزيشن، هندوس عليها وهقول له التاسك بار اند نافيجيشن. ايه اللي حصل؟ ظهر معاك اعدادات التاسك بار اللي احنا شرحناها من شويه، اللي هو كنا بنضغط كليك يمين على سطح المكتب واختار بليز وهقول له تاسك بار اهي. اجيبها تاني ازاي؟ الكنترول بانل من بيرسوناليزيشن وهقول له التاسك بار اند نافيجيشن، ظهر معاك اعدادات التاسك بار، اعدادات التاسك بار. تاني حاجة عندك حاجة اسمها الـ OS of Access Center، أول ما دوس عليها ظهر معاك أربع برامج. أول حاجة برنامج اسمه مكبرات الشاشة، بصوا كده بيكبر معاك الشاشة. ده اسمه مكبرات الشاشة. أما اللي جنبه اسمه قارئ الشاشة. Narrator dialogue. Okay. Button Alt plus O heads up. Narrator keyboard changes. We've updated the narrator keyboard layouts. East narrator quick start with meeting controls. Meeting controls window. Jump list for narrator window. Exiting narrator. فبيعمل ايه قارئ الشاشة؟ بيجرى لي الكلام المعروض على الشاشة عندك. طيب هنا بيقول لي start on screen keyboard، بيظهر اللي هي لوحة المفاتيح، بيظهر معايا لوحة المفاتيح. اما دي اسمها ايه؟ ده اللي هو خاصة بمكبرات الصوت، تمييز الاصوات، بيميز ما بين شخص والتاني، زي البرنامج اللي احنا بنستخدمه علشان نسجل بيه صوتنا زي الزوم دلوقتي. الزوم مختص اكتر ان هو بيسجل الاصوات. خمس دقايق ونخلص ان شاء الله عشان نطول اكتر من كده. عندي هنا حاجة اسمها الفونت، دي الخطوط برضو اللي عندك اللي متثبتة على الجهاز اهي. عندك هنا انفيديا كنترول بانل اللي هو كارت الشاشة بتاعك. طيب عندك هنا اخر حاجة، في حاجة اسمها الـ OS of Access، لو دوسنا عليها ورحت اخترت الـ OS of Access Center ظهر ايه معاك؟ برضو الاربع برامج بتوع تحسين امكانية الوصول، اللي هو مكبرات الشاشة، قارئ الشاشة، تمييز الأصوات، لوحة المفاتيح على الشاشة. من فين؟ من OS of Access. عندك هنا حاجة اسمها اليوزر أكاونت، الحسابات الشخصية، اليوزر أكاونت، هندوس عليها واروح أقول له اليوزر أكاونت، أنا عايز أغير اسم المستخدم، اسم المستخدم ده اللي هو الاسم ده. غيره ازاي؟ هقول له change your account name، تغيير اسم الحساب، واروح اكتب الاسم اللي انا عايزه واقول له change name. تاني اعملها ازاي؟ من control panel اختار user account اللي هي الحسابات الشخصية واقول له اليوزر account واقول له change your account name، تغيير اسم الحساب، تغيير اسم الحساب، واكتب الاسم اللي انا عايزه واقول له change name، معناه ان هو بيغير معاك اسم المستخدم بتاعك، بيغير معاك اسم المستخدم. عندك اخر حاجة هناخدها النهاردة حاجة اسمها clock and region، الساعة والمنطقة اللي هي خاصة بالساعة والتاريخ، هدوس عليه. وعندك حاجة اسمها الديت اند تايم، الديت اند تايم، التاريخ والوقت، هدوس عليه. انا عايز اعمل تغيير للتاريخ والوقت، هقول له تشينج ديت اند تايم، واغير التاريخ والوقت زي ما انا عايز. هنا دي اعدادات اضافية، هنا بيقول لي حاجة اسمها الشورت ديت، اللونج ديت، الشورت تايم، اللونج تايم. الشورت ديت اللي هو ايه؟ التاريخ اللي هو بالارقام العادي اللي احنا بنكتبه. طيب اللونج ديت اللي هو بيظهر لي تاريخك بالتفصيل، اليوم النهارده الاثنين، احنا في شهر 2،
التاريخ 14/2022 بيظهر لك كل حاجه بالتفصيل حتى اليوم اللي انت فيه. طيب الشورت تايم بيظهر لك الساعه والدقيقه بس، الساعه والدقيقه. طيب اللونج تايم بيظهر لك ساعه ودقيقه وثانيه، ساعه ودقيقه وثانيه. طيب عندك حاجه اسمها الفيرست داي اوف ويك، اول يوم في الاسبوع عندك ايه؟ الاحد ولا الاثنين ولا الثلاث ولا الاربع ولا الخميس ولا الجمعه ولا السبت. يبقى الفيرست داي اوف ويك اول يوم في الاسبوع، اول يوم في الاسبوع. تمام؟ تمام. ده بالنسبه للديت اند تايم، هدوس عليها بقول له تشينج ديت اند تايم واختار الساعه والوقت بتاعي. طيب عايز اغير المنطقه، هقول له ريجون اللي هي ظهرت معايا من شويه، دي الريجن بتاعتك اللي هي الشورت ديت واللونج ديت والشورت تايم. بس الميزه فيها في حاجه اسمها فورمات، اللغه الاساسيه بتاعت الجهاز بتاعك، اللغه الاساسيه بتاعت الجهاز اللي هي هنا انجلش مثلا. يبقى من فين؟ من الريجن، وادي اللغه الاساسيه بتاعتي. طيب لحد الان في مشكله مع الناس؟ بتخلي السبت. طيب ان شاء الله انا مش هطول على الناس اكتر من كده. في سؤال من انستور، ممكن نعمل اند ولا مجرد تاسك مانجر بس؟ لا، الاند دي انهاء المهمه بتعملها من التاسك مانجر. يعني لو البرنامج معاك مهنج وعايز تقفله، بنقفله من التاسك مانجر اللي هي اختصارت الت مع كنترول مع ديليت. لا اختصار الصوت عشان نعمل غير ندخل كل ده. في طريقه ثانيه للانستول، الغاء التثبيت. كنا بندخل على زيس بي سي، زيس بي سي، وبختار من فوق حاجه اسمها كمبيوتر، كمبيوتر، واروح اقول له انستول، انستول، ادوس عليها اهو والغي التثبيت من هنا، والغي التثبيت من هنا. طيب انا لما باجي ادخل على زيس بي سي ليه القوائم مش ظاهره معايا؟ لازم ادوس عليها على القائمه نفسها علشان تظهر الادوات؟ لا. طيب انا عايز اعمل لها عمليه حفظ، شايفين السهم من فوق ده؟ هندوس عليه، اطلع بره وادخل تاني على زيس بي سي، موجوده جاهزه. طب عايز اخفيها، اللي هو السهم اللي طالع لفوق هدوس عليه تاني، اختفت اهو، بتخفي وبتظهر من فوق. حاضر. انا عندي مثلا مجلد زي ده، اضغط كليك يمين عليه واختار بروبرتيز او خصائص، واروح اعلم علامه صح على كلمه هيدن، وهقول له ابلاي، اقول له اوكي. فهو هنا اختفى، بس هو هنا ظاهر بنسبه بهتان. انا عايز اخفيه خالص، هدخل على زيس بي سي واختار من فوق قائمه اسمها فيو، واروح اشيل علامه الصح من الهيدن ايتم، هيدن ايتم، هروح على سطح المكتب مش هلاقي الملف، اهو اختفى، اختفى من عندي كده، انا ظهرته تاني. من فيو واعلم علامه صح على الهيدن ايتم، يعني اظهار الاخفاء، فظهر عندك تحت. عايز اظهره تاني ازاي؟ كليك يمين والبروبرتيز، واروح اشيل علامه الصح من الهيدن. فظهر معاك، ظهر معاك. طيب حلو خالص. حد الان في مشكله مع الناس؟ امور بسيطه. تمام. طيب ان شاء الله محاضره بكره هنشرح اللي هو السيتنج اللي هي الاعدادات دي، نشرحها بالكامل. تمام. وهنشرح النقطتين دول، زائد ان احنا هنشرح البرامج، هنشرح اللي هو الاله الحاسبه
كالكوليتور، وهنشرح الكليندر المفكره، وهنشرح الرسام، وهنشرح الرسام 3D، وهنشرح المفكره اللي هو حاجه اسمها الستيك نوت، وهنشرح برضه حاجه اسمها السنابنج تول سكرين شوت. ده ان شاء الله هناخده في محاضره بكره باذن الله. بكره هنخلص اساسيات الكمبيوتر، بكره هنخلص الكمبيوتر، هنبدا بعد كده على طول في الانترنت، هنبدا ان شاء الله يوم الاربع في الانترنت. تمام تمام يا هندسه، هو رابط الحضور هينزل دلوقتي، سجل اسمك وفضل استاذن يعني. تمام كمان عشان انا خد برضه انا الصلاه يعني. حد عنده سؤال؟ هو انت لازم لما تيجي تدخل على البيرسونلايز، لو النسخه بتاعتك مش متنشطه هتلاقي الحاجات دي مقفوله. انشطها ازاي؟ بنزل برنامج اسمه الكي ام اس، اهي اوريكم اسم البرنامج. بنزل البرنامج ده اللي اسمه اللي هو الكي ام اس، هدوس عليه واقول له يس، واختار اول اختيار اللي هو الاي اي سي تي. انا عايز اعمل تنشيط للنسخه، هروح اختار من فوق ويندوز اكتيفيشن. طب انا عايز اعمل تنشيط للاوفيس، اقول له اوفيس اكتيفيشن من تحت، اختار اللي تحت. اسم البرنامج ده كي ام اس، كي ام اس. ده اسم البرنامج اللي بتنزله بتعمل بيه تنشيط للنسخة أو تنشيط للأوفيس. تمام، حد عنده أي سؤال؟ الأمور لحد الآن بسيطة مع الناس؟ تمام، ربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله. وبعتذر برضو مره ثانيه ان احنا اتاخرنا النهارده في المحاضره كنهايه يعني. ربنا يوفقكم باذن الله، وان شاء الله باذن الله بكره كده ننهي الاساسيات. وزي ما قلنا بعد ما نخلص كل مديول او كل مستوى هننزل امتحان عليه. ربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله. استاذنكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.